وكنت أناجيك يا من ترى وكنت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولا سنارا. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم معنا أغنية أو قصيدة، مش أغنية، جدا رائعة، جدا جدا جدا. القصيدة هاي اسمها عرفت الهوى. طبعا القصيدة لربع العدوية، وربع العدوية اللي هي امرأة طبعا معروفة، يعني هي من أتباع التابعين، اشتهرت بالعبادة والزهد والورع. طبعا هي شاعرة تمتعت رابعة بموهبة الشعر، وتأججت تلك الموهبة بعاطفة قوية ملكت حياتها، فخرجت الكلمات منسابة من شفتيها تعبر عما يختلج بها من وجد وحب لله، وتقدم ذلك الشعر كرسالة لمن حولها ليحبوا ذلك المحبوب العظيم. ومن أشعارها طبعا في إحدى قصائدها التي تصف حب الخالق عرفت الهوى. اليوم حنسمعها من فرقة مغربية، وهي فرقة ابن العربي، ابن عربي، فرقة ابن عربي. طبعا الرابط حيكون في صندوق الوصف، صح الكلام، الرابط حيكون في صندوق الوصف للقناة، رابط الفيديو. حنسمعها ونشوف الكلمات ونشوف اسلوبهم وهم بيغنوها. طبعا عارفين الفرق المغربية الجميلة اللي بتغني باسلوب رائع جدا. طبعا كمان غنتها ام كلثوم، في كتير غنوها، بس اليوم حنعمل ردة الفعل على الفرقة، فرقة ابن عربي من المغرب. حطوا لنا لايك واشتراك، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها موجودة الروابط في صندوق الوصف. يلا نسمع فرقة ابن عربي عرفت الهوى. يلا. عرفت الهوى، عرفت هوى، عرفت الهوى، عرفت هوى، وأغلقت قلبي على من عادك، وأغلقت قلبي على من عادك، وكنت أناجيك يا من ترى، وكنت أناجيك يا ولسنا نرى. أحبك حبين حب الهوى، أحبك حبين حب الهوى، وحبا لأنك أهل لذاك، وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى، فأما الذي هو حب الهوى، فشغلي بذكرك عمن سواك، فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له، وأما الذي أنت أهل له، فلست أرى الكون حتى أرى، فلست أرى الكون حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك، ولكن لك الحمد في ذا وذا.
ذكر من أهوى ولو بملا. حديث الحبيب هدى في منام لا بطيف منامي بروحي من أتلفت روحي بحبها فحان حمامي حمامي قبل يوم حمامي ولم يبق مني الحب غيرك سقامي لينجو خلي من هوائي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي أنت أهل له وأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك فلست أرى الكون حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي فلا الحمد في
في ذواتك ولكن لك الحمد في ذواتك ولكن لك الحمد في ذواتك. وانا اجمل صوتك يا الهي قديش رائع. طبعا انا ما عرفتش ايش اسم اللي بيغني، هي مكتوب انه فرقه ابن عربي، نزلت تحت على صندوق الوصف ما في اسم للشخص هذا، بس انا بحييك جدا، صوتك رائع، ادائك رهيب عن جد، صوتك بيعطي طمانينه مش طبيعيه، وخصوصا انه الاغنيه هذه جدا جدا رائعه. طبعا القصيده هو غنى الفقره الاولى فيها، بس القصيدة طبعا فيها فقرتين كمان، يا سروري، وكمان في كمان فقرة ثالثة فيها. بس هون في ويكيبيديا طبعا بعرفش هذا الاشي صح ولا غلط، بس اكتبوا لي انت تحت في التعليقات ايش انتو تعرفوا عن هذا الموضوع، اللي هو انه في ناس بتحكي انه هذا شعر لأبو فراس الحمداني، وهو كتبه هو في الأسر اللي هو في السجن. طبعا في كمان فقرة برضو فيها يعني أشياء يعني ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، أنا مش عارفة، حتى هم في ويكيبيديا كاتبين هذا الكلام. لما قرأت لكم عن رابعة العدوية رحمة الله عليها، امرأة من أتباع التابعين اشتهرت بالعبادة والزهد والورع ونسبها للصوفية والتصوف، لا دليل عليه لأنه لم يكن التصوف في عصرها معروف باسم بمسمياته ومميزاته التي نعرفها الآن. أوكي، يعني في ناس بنسبوها إنه بيقولوا عنها إنه هي من الصوفية أو تابعة للصوفية، لكن ما كانش في لسه صوفية أيامها. يعني طبعاً رابعة العدوية لها مقولات كثيرة، من أكثر مقولاتها يعني الجميلة اللي أنا بحبها اللي هي اكتموا حسناتكم كما تكتموا سيئاتكم، وهي يعني اللي بيعمل الخير ما عادش يقول أنا عملت وأنا سويت وأنا اتصدقت والشغلات هاي. هذه جدا جدا جميلة، الإنسان دائما لما بيعمل حاجة سيئة بيكتمها، لكن لما بيعمل حاجة منيحة بيحكي فيها، بيدوشنا فيها، بيصدعنا وهو بيحكي فيها. بس هذا يعني كتير كتير إشي سيء على فكرة، أنا ما بحبوش خالص. اللي بيعمل خير يعمله ويصمت يعني عنه، يعني خلص يعني يكتمه، يعني عشان ربنا كمان يكتب له الحسنات هاي لازم يكتمه. تحياتنا 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 للفرقة الرائعة هذه، فرقة ابن عربي، جدا جدا رائعة. اللي بغني كان صوته حلو جدا، الفرقة كلها متناغمة. أنا مبسوطة جدا إن أنا اكتشفت فرقة موجودة الآن، يعني مش زي الفرقة المغربية اللي هي طبعا جيل جلالة وناس الغيوان، لا، فرقة موجودة الآن وبتغني بالأسلوب هذا الحلو والجميل والآلات البسيطة. فيعني عن جد أنا متفاجئة أو مبسوطة في نفس الوقت، وإن شاء الله هعمل عليهم ردة فعل في أغاني تانية. اقترحوا لي، أنا حفوت على قناتهم وأشوف إيش الأغاني اللي هم يغنوها، بس برضو أنتوا اقترحوا لي أغاني أنتوا بتحبوها لفرقة ابن عربي. بس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا تحطونا لايك وتشتركوا في القناة. ثواني، في صوت ناس بتحكي، ساعة 3 الفجر. طبعا انا بصور بالليل او يعني بعد الساعة 2 ليلا عشان الصوت يعني ما يكون في اصوات يعني، بس شكله في ناس سهرانين هلا. حطونا لايك واشتراك طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة الروابط في صندوق الوصف، ودمتم بامان الله ورعايته. سلام.